السلام عليكم جميعا، معكم دكتورة آلاء بريجاوي، أخصائية تركيبات الأسنان، ثابتة من جامعة دمشق. محاضرتنا اليوم حتكون بعنوان The Art of Dental Impression. رح نتكلم عن Dental Impression. The precision impression is one of the most important prerequisites for perfectly fitting and long-lasting dental restoration. الدنتال امبريشن هي مفتاح نجاح الاول ريستوريشن بالعياده، شو ما كان نوع التعويض، تعويض جزئي، كراون بريدج، يعني من تعويض بسيط ل كومبليكيتد كيسز. الفينش لاين او المارجن هي وان اوف ذا موست امبورتنت بارتس اوف ذا هول بروسيس اوف ميكينج اور ريستوريشن. المارجن أو الفينش لاين هو نقطة كتير مهمة، هو مكان كتير مهم، منه ببلش أور ريستوريشن، ببلش أور كراونز. لازم يكون في فول ماتشينج بتوين الفينش لاين مع المارجن أوف أور ريستوريشن، مشان ما يكون في بعدين أي ليكج أوف للسلايفا، وبالتالي ممكن يعمل فشل بالأور ريستوريشن أو يقلل العمر السريري لها. لذلك الفينش لاين أو المارجن لازم تكون فيزبل بأور إمبريشن، لازم تكون مرئية، لازم نحصل على هيك شكل من الكاست، تكون الجنجيفا مبعدة بشكل كويس. لذلك كلياتنا كدنتست لازم ان فايند واي ل نعمل سيبريشن للجنجيفال تيشو فروم ذا تيث، لنقدر ناخذ امبريشن كويسه ودقيقه للمارجن. نقطه كتير مهمه انه الريتراكشن او ديسبيسمنت للجنجيفا لازم يكون بشكلين، فيرتيكالي وهوريزونتالي. نلاحظ هون بهاي الصورة لهاي الامبريشن انه بنقدر نشوف الفينش لاين الموجود، وبنشوف الانبربرتوس ستراكشر اللي بتكون بينيث او تحت الفينش لاين، وهذا الشيء ضروري كتير انه يكون واضح بالامبريشن تبعنا. محاضرتنا فيها أربع أمور أساسية راح نتكلم عنها، اللي هي impression material والsoft tissue management، retraction والtrays والimpression techniques. خلينا نحكي بالبداية على criteria of an ideal impression material. First, the maximum precision in detail reproduction, resistance to deformation, excellent elastic recovery, high dimensional stability, adequate working time in the clinic. كمان في نقطة مهمة منضيفها، هي خاصية لازم تكون موجودة بالدنتال امبريشن لنقدر ناخد accurate details في ظل وجود السلايفا أو البلاد، اللي هي إنه المادة تكون هيدروفيلي قدر الإمكان. في مواد أو في dental material ممكن تكون hydrophobic و dental material ممكن تكون hydrophilic. كل ما بتكون hydrophilic أكثر، كل ما كان قدرتها على الانتشار على السيرفس اللي عم نعمل له impression بشكل كبير، بالتالي بناخد accurate impression أو نتائج أفضل. هلأ في ظل dental material في عنا العديد من المواد اللي استخدمت كبداية لحد ما وصلنا حالياً لأكثر مادتين اللي هن أكثر استخداماً في العيادات السنية، اللي هن PVS بوليفينيل سايلوكسين، سواء كان كوندنسيشن أو سواء كان أديشن، والبولي إيثر. فهدول هن المادتين اللي راح نركز حكي عليهم اليوم. قبلهم كان في أجار، كان في بوليسولفايد، بس كان في لهم شوية مشاكل، فتطورت المواد أكثر لحد ما وصلنا للأديشن سيليكون والبولي إيثر، هن اللي أكثر المواد أكوريت بالدنتال إمبريشن. الكوندنسيشن سيليكون ميزته انه الدايمنشنال ستابيليتي له جود بات ليس ذان الاي سيليكون اللي هو الاديشن سيليكون اند بولي ايثر. السبب
هو the mood of the setting which is or which has a releasing of alcohol and water. يعني في عنا مواد ناتجة عن setting لهاي المادة وهذا الشيء أو هذا ال evaporation لهاي المواد ممكن يعمل dimensional contraction وبالتالي يأثر على ال dimensional stability لإلها. هلا هي ميزتها أنه less working time than the previous material than the polysulfide and agar اللي هنا المادتين اللي كانوا قبلها و less affected by the humidity while temperature in the operation room. Boring difficulty لإلها بسبب أنه المواد الناتجة عن setting, so we should use surfactant حتى ما يكون في bubbles بالكاست. كمان هي مادة hydrophobic فهي مادة غير محبة للماء, لذلك لما بدنا نعمل فيها impression لازم يكون our field يعني totally dry, our tooth sulcus حوالين التوث كلها نحاول أنه تكون dry. البولي إيثر هي مادة هيدروفيليك, لذلك هي مادة أكوريت, نقدر ناخد أكوريت ريزلتس حتى لو كان في شوي نتحات أو سوائل من السالكس أو في بليدينج. No resulting hydro product is formed, so the dimensional stability لها is excellent, so we can produce accurate cast if it is poured immediately. كمان short setting time لإلها ضمن الماوث هي 5 minutes, بس هاي المادة إلها 3 main disadvantages. أول شيء الستيفنس لهاي المادة اللي بتخلي يصير في difficulty بعدين separation الimpression عن الستون بعد البورينج, بالتالي إذا عنا في preparation ل thin abutments ودعمات رفيعة نوعا ما ممكن خلال عملية separation الimpression عن الكاست إنه يصير له broken. اثنين it's stable only if it is stored in dry space, يعني هي بتأثر كتير بالموتشر, إذا كان ممكن تعمل absorbing للموتشر وبالتالي بصير في شوية اختلاف بال dimensional stability لإلها, يعني بتقل شوي الهايبر sensitivity لبعض البيشنت بالنسبة لهاي المادة. الأديشن سيليكون اللي هو بوليفينيل سيلوكسين هو مادة هيدروفوبيك مثل الكوندنسيشن, بس النيو فورمولايشن لإلها يعني صار في زاد نسبة الهيدروفيليسيتي لإلها, وبالتالي صارت الدقة فيها أكبر وصارت هيدروفيليك. هاي المادة لها هاي دايمنشنال ستابيليتي more affected by temperature, خاصة لما تصير داخل الماوس بالتالي بتسرع setting تبعها. هاي الماتيريال less rigid أو عفوا less rigid than the polyether, بالتالي في سهولة شوي للseparation الكاست عن الimpression. One disadvantage لإلها إنه that the setting can be inhibited by latex gloves. في مادة باللاتكس gloves ممكن تعيق عملية السيتنج أو التصلب للأديشن سيليكون. حتى بعض الدراسات اكتشفت أنه هاي المادة الموجودة باللاتكس جلافز ممكن تنتقل للريتراكشن كورد خلال عملية باكينج ضمن السالكس, وبالتالي ملامسة الريتراكشن كورد للماتيريال أو للإمبريشن ماتيريال الداخلي ضمن السالكس ممكن تسبب أنه هاي الماتيريال ما يصل لها سيتنج كافي, وبالتالي تطلع الامبريشن نان اكوريت. هلا الماده الواعده اللي هي فينيل بولي ايثر سيلوكسين هي عباره عن ماده كومبينيشن للبولي ايثر والبي في اس, يعني فيها the ease of removal للBVS material ونفس الوقت الهيدروفيليسيتي لا أو الwetting properties للبوليإيثر, بس هي still يعني قيد الدراسات والأبحاث عم تتم تطويرها بشكل أكبر. طيب what about consistency؟ الimpression material are supplied in four viscosities, عموما إلها أربع viscosities لإلها. Low اللي هي light and extra light, medium اللي هي monophase, high
like the heavy body and very high like the body. هلا كمان هاي القوامات المختلفة ممكن تكون مانيوال ممكن تكون ميكس أو ماشين ميكس. نحن نفضل الأوتو ميكس والماشين ميكس كونه الميكسشر ممكن يكون أو بيطلع الهوموجينيتي لإله أعلى وبالتالي بيقلل الفويدز والبابلز ممكن تشكل ضمن الماتيريال اللي بتأثر بعدين على دقة الإمبريشن. هننتقل بعدها للإمبريشن تريز. The criteria of an ideal impression tray. Impression tray المثالي لازم provide the uniform thickness of impression material. كمان لازم يكون فيه retention وهذا retention بتأمن عن طريق ما يكون فيه perforations أو عن طريق rim locks اللي بتكون عند حواف التري أو باستخدام adhesives. كمان the most important thing إنه التري يكون rigid and non-flexible لأنه هذا الشيء بيأثر كتير كتير على دقة الإمبريشن. Extend sufficiently to support the impression material in the region beyond being reproduced وfit loosely يعني ما يكون في touch أبدا للsoft tissue أو الhard tissue المكان اللي نحنا عم ناخذ له إمبريشن. كمان له handle مشان يكون في سهل التعامل له إدخاله بالفم وإخراجه بعد السيتنج للماتيريال وكمان نقدر نعقمه ونستخدمه مرة أخرى. بس تعقيبا أو تأكيدا على نقطة إنه الترين ما يكون flexible إنه يكون rigid لأنه ال non-rigid tray may result in flexure. لما بصير في عنا flexure معناته result in stresses بالimpression material وهذا الشيء ممكن الدنتست ما يشوفه بالبداية أو ما يلمسه بالبداية بس بلمسه بعدين وقت بصير في try-in للrestoration بس يجي من اللاب. ليش هذا الشيء بصير؟ لأنه the side of the impression tray will bow out in the mouth رح يتوسع قليلاً وبالتالي حيصير في pressure وstresses موجودة بهذا المكان ووقت نحن منشيل التري هذا التري will return to its original shape لحجمه الطبيعي وبالتالي ممكن ينتج عنا بأبطمنت أو دعامات تكون narrower colingually than the actual size or the actual width of it in the oral cavity. The trays can be custom, can be prefabricated, metal and plastic, perforated and non-perforated trays. طيب حنقول طالما في عنا كل هاي الخيارات من trays شو التري الأفضل اللي نحنا حنستخدمه؟ هل هيكون custom أم stock trays؟ عموما الكاستم trays فيهم الايديال كرايتيريا فيهم الكرايتيريا المثاليه ليكونوا هن الخيار الامثل لنستخدمهم كطوابع للفاينل امبريشن فهن بيعملوا او بيأمنوا uniform impression material thickness وبيقللوا distortion بيقللوا كمان الماتيريال ويست also more comfortable for patient عن الستاك trays. عموما هنا indicated اكثر للحالات اللي بيكون فيها multiple teeth وللحالات اللي بتكون في complicated مثلا التعويض بحالات over implant بكون full arches يعني حالات كبيرة نوعا ما. Also the choice of the impression material influences the tray selection يعني مثلا المادة الأجار require special tray بينما ال reversible hydrocolloid and elastomeric impression إذا كانت ال case هي non-complicated أو عفوا uncomplicated وقتها بنستخدم ال prefabricated impression trays. هلا نقطة إنه some plastic trays are rigid فيهم rigidity بإمكاننا أن نستخدمهم خاصة مع المواد الحديثة من البي بي اس ماتيريال اللي هي بتعطينا دقة كبيرة حتى لو كنا عم نستخدم stock trays وصار العديد من الدراسات قارنت بين stock trays وبين الكاستم trays والاثنين وصلوا لنفس النتيجة انه كانت نتيجة متقاربة لإلهم بالrestoration بنحس بالimpression بنحس الدقة وبالتالي انعكس هذا الشيء على الrestoration.
إذن conclusion تبعنا، خلينا نقول النتيجة لهذا النقاش والدراسات اللي صارت، if an accurate impression material or good impression protocol and control condition that approximate clinical situations such as oral temperature are used, a rigid stack tray may be alternative to custom tray. فمعناتها فينا نحن نستخدم the stack trays in our final impression. حننتقل بعدين على النقطة الهامة كتير اللي هي displacement of gingival tissues اللي يعني ما فينا نستغني عنها بالحقيقة، فهي ضرورية. displacement أو عملية تبعيد للgingival tissue ممكن تكون أو تتحقق بثلاث طرق، إما تكون ميكانيكال أو كيميكال أو سيرجيكال. أكثر طريقتين مستخدمات في العيادة هنا الميكانيكال والكيميكال، وإضافة للسيرجيكال مع يعني صرنا نشوف الليزر موجود كثير من العيادات حاليا. الميكانيكال عن طريق displacement cords، عن طريق retraction based. الكيميكال عن طريق استخدام بعض المواد الكيميائية like ferric sulfate, aluminium chloride or epinephrine. راح نبلش بالميكانيكال اللي هي استخدام displacement cord والretraction based. الdisplacement cord ممكن يكون twisted or braided or knitted and can be impregnated and or non-impregnated بالمواد أو بالكيميكال اللي حنحكي عنها بعدين. هلأ إيزي أكتر للاستخدام ضمن العيادة أو ضمن الشغل تبعنا أنه نستخدم braided or knitted، لأنه هي ما بصير في separation للمجموعة الكورتس المحبوكة مع بعض أو المضفورة مع بعض مثل لما بيكون بالتويستد خلال عملية دكها ضمن السالكس. ممكن كمان knitted أو braided كتير تكون كويسة ل في تقنية الدبل ريتراكشن كورد، خاصة استخدام النتد لا يكون السكند ريتراكشن كورد، لأنه فيه خاصية أنه هو ممكن يصير له يعني دبل سايز وقت بيمتص السوائل الموجودة بالسالكس أو بيمتص المواد الكيميكال اللي نحن بنضيفها لنعمل ريتراكشن أكثر للجنجيفا أو نوقف البليدينج اللي ممكن موجود. عمليا الميكانيكال بيعتمد على دك الخيط ضمن السالكس، وهذا هاي العمليه بتعمل ستريتشينج للبريودونتال فايبرز. عموما لما بيكون السالكس دراي فينا نستخدم نون امبريجنيتد كورد، هي امن وبتعطينا تبعيد كويس وجيد، بس ننتبه انه ما نستخدم لارجر سايزز من الـ retraction cord. خلينا size retraction cord بيكون متناسب مع depth للسالكس الموجود عندنا. عملية التبعيد الميكانيكال اللي عم نعملها بتعمل تبعيد للـ soft tissue أو للجنجيفا لمدة 30 ثانية بعد ما نشيلها. خلال هاي 30 أو 40 ثانية بعد إزالة هاي الـ retraction cord لازم نقوم بحقن المادة اللي عم نستخدمها الامبريشن ماتيريال ضمن السالكس لنقدر ناخذ امبريشن اكوريت بيفور ذا كولابس اوف ذا جنجيفا. الهيموستاتيك ميديكيشن اند استروجنز هي عبارة عن ماتيريالز لتعطينا انلارجت اكثر للجنجيفا ويكون في تبعيد افضل. هي عبارة عن material contain aluminium or iron salts and cause ischemia and shrinkage of the gingival tissue because of the contraction of small blood vessels. ممكن أكثر المواد شائعة أو استخداما هي الألومنيوم كلورايد تركيز 55% في تركيز 25%، الفوريك سلفيت والإبنفرين. هاي الأكثر شيء أمين لنستخدم هي الألومنيوم كلورايد والفوريك سلفيت، مع أنه الفوريك سلفيت ممكن تعمل شوية discoloration بالتشو. الإبنفرين هي عبارة عن هيموستاتيك ماتيريال بس لازم نستخدمها بحذر، لأنه خاصة بالمرضى اللي عندهم إصابات وعائية، لأنه هي ممكن تعمل anxiety and increase the respiratory rate and tachycardia، خاصة لما بتكون عندك بتيشو نوعا ما متهتكة أو فيها شوية جروح، فهي التالي تدخل للدوران الدموي ممكن تعمل هاي الأعراض التانية.
في عفوا قبل ما ننتقل على السلايد اللي بعده في نقطة مهمة كتير بالأستروجين إنه هي مواد highly acidic material. يعني هاي المادة بننتبه إنه لما بدنا نعمل سوكينج للكورس بهاي الماتيريال ونحطها ضمن السالكس ما لازم نتركها لفترة زمنية طويلة لأنه هي ممكن تعمل ريموفينج لسمير لاير وهذا الشيء ممكن يعمل سنسيتيفيتي بعدين ويعمل adverse effect on the bonding mechanism of adhesive cement. هاي بعض الأنواع التجارية منها وهي الأشكال. هلأ للريتراكشن كورد في طريقتين لاستخدامه ضمن الامبريشن. الفيرست وان هي السنجل كورد تكنيك والسكند وان هي الدبل كورد تكنيك. هلأ السنجل كورد تكنيك غالبا نستخدمه لما عم نعمل امبريشن لسمول نمبر اوف ريبير توث وهيلثي جنجيفا. ما في عنا بليدنج ما أنا مضطرين نعمل تبعيد كبير خاصة لما تكون الحواف صبرة جنجيفال مارجن. And when the sulcus depth is not too deep to receive two cords. The double cord technique, بتعتمد هاي double cord technique في يعني إنه هاي technique نستخدم two cords. أول شيء thin cord is placed without overlap at the bottom of the gingival sulcus. بعدين the second cord is placed on the top to achieve lateral tissue displacement. إذا أول واحد لا حتى يعمل vertical tissue displacement وهو بيكون thin وما بيكون في زيادة منه والثاني واحد لا يعمل lateral displacement. And the later is removed immediately before the impression making, where as the initial cord is left in its place to minimize the seepage. غالبا نستخدم هاي التكنيك لما بيكون في عنا multiple prepared teeth. لما بيكون في عنا deep margin. Deep margin حالات كتيرة من تركيباتنا ممكن تكون deep margin لما بيكون في عنا deep restoration من قبل, لما بيكون في عنا أسنان محضرة من قبل, وبالأساس المارجن هي deep لما بيكون في عنا recession, لما بيكون في عنا بعض الحالات التجميلية الاستاتيك cases, وخاصة لما بيكون في عنا تغيير باللون لدرجة كبيرة هون بيكون في deep margin. And when the tissue health is compromised, يعني بدنا نحاول نسيطر أكثر على التبعيد اللثوي أو على البليدينج اللي ممكن يكون باللثش الثعبانة قليلا. And can be used routinely. هلأ for me I use it in my clinic routinely. كتير بعتمد على تقنية الدبل كورد. رح نشوف بهون أو خلينا نشوف بهاي الصورة. هون عملت preparation anterior teeth, منطقة الأمامية, منطقة تجميلية. بعض المناطق كانت فيها subgingiva مثل منطقة الفاشيال بالanterior teeth لأنه حنغير اللون كمان لدرجة كبيرة نوعا ما. هاي قبل ما حط أبدا أي retraction cord. هاي مع الفيرست retraction cord رح نشوف أنه اللثة بعدت قليلا بس أنه في لسه في مناطق اللثة مغطية نوعا ما على المارجن. مع الدبل ريتراكشن كورد مع الخيط الثاني هنشوف كيف انه صار في تبعيد لاترالي للثة بهاي المناطق او بمناطق الفينش لاين. بلشنا نشوف الفينش لاين على كل السيرفيسز بشكل اوضح. فمعناتها هون استخدام تقنية الدبل ريتراكشن الاستخدام لها كان ناجح بتبعيد اللثة. هلأ لما بنحكي على retraction cord لازم نحكي كمان عن displacement time. يا ترى قديش لازم نترك retraction cord جوا السالكس. هذا الشيء إذا تركناه مدة زمنية طويلة أو قصيرة هذا الشيء بيأثر على precision لأور impression. هلأ الدراسات العلمية قالت أنه لحتى نحصل على تبعيد معقول retraction cord بنسبة 0.2 مليمتر لنقدر الماتيريال تدخل ضمن السالكس وتاخذ امبريشن للفينش لاين والتيشو او الانبربير تيشو اللي بتكون تحت الفينش لاين بمساحه 0.2 ملم لازم كحد ادنى تبقى الريتراكشن كورد 4 minutes in the sulcus. طبعا بعض المراجع العلميه الثانيه بتقول ل 10 minutes. عموما الانتريتد كوردز اللي ما فيها كيميكالز ممكن نحطها
أو هي سيف لنستخدمها من 5 ل 30 دقيقة ضمن الـ healthy periodontal environment. بس saturated cords with chemicals هون لا خطر نتركها فترة زمنية طويلة حتكون من 5 ل 10 minutes. لأنه ممكن تعمل injury للإبثيليوم جوا السالكس وبالتالي ممكن تعمل بعدين recession لما تكون الجنجيفا healthy هذا recession healed with 10 days. الكورد باكينج انسترومنت هي عديدة منها نهايتها ممكن تكون فلات مستقيمة ممكن نهايتها تكون دائرية. This is my preferred instrument. بعضها بكله two angles لتسهل أكثر عملية دك الخيط جوا السالكس. هلا هون حاولت أجمع بعض الكلينيكال tips and tricks للابليكيشن للكوردز. هلا first point إنه لازم يكون the prepared tooth are dry يعني isolate the prepared tooth. But يعني انتبهوا انه don't excessively desiccate the tooth ما نخلي يصير فيه تجفاف لانه ممكن يعمل post operative sensitivity. If you want to use estrogen squeeze out the excess with a gauze square نحاول ما نترك كمية كبيرة من الاستروجين اكثر جوا السالكس. Start interproximally because there is more circular depth is available. The instrument should be angled slightly toward the tooth بحيث يكون التب تبعها فورا باتجاه السالكس وبصير ادخال اسهل او عملية دك اسهل للكورد جوا السالكس. طبعا عملية التبعيد لازم تكون gently او الدك لازم تكون gently بس في sufficient firmness to place the cord apical to the margin. Avoid overbacking and avoid repeated use of displacement cord لأنه هذا ممكن يعمل gingival recession. كمان نقطة كثير مهمة إنه نعمل counting أو نخلينا نعد الكورتس اللي نستخدمهم لكل سن أو عدد الأسنان أو عدد الكورتس المستخدمة. هذا الشيء بيمنعنا من إنه ننسى كورد بمكان ما أو نتركه لأنه ممكن يأثر بعدين يعمل انزعاجات للبيشنت ويأثر على صحة اللثة بالمكان. ف for me both me and my assistant try to count the cord that we take it out. هلا حأسألكم سؤال. Have you ever stopped impression taking because of bleeding when you remove the cord? كثير مصرف وقت وجهد بدك الخيوط ووضع خاصة بالدبل ريتراكشن كورد وخاصة لما نكون عم نعمل امبريشن لفول ارشز. بس احيانا لما نجي بدنا نشيل السكند ريتراكشن كورد ونحط الامبريشن ماتيريال اللي عمل انجكتنج لها جوا السالكس نتفاجئ انه بصير في بليدنج. يصيبنا حالة من الاحباط انه ليش كيف شلون معقول نوقف هلا شو حنعمل. طيب يا ترى شو السبب؟ السبب إنه نحن شلنا الريتراكشن كورد وهي very very dry. فلازم نعمله إنه the cord should be slightly moistened with immediately before removal from the sulcus. لازم نرطبه بكوتون باليت. هاي الكوتون باليت بنغمرها شوي بالووتر وبعدين بنمررها فوق الريتراكشن كورد ليصير شوي رطب وبالتالي بنمنع من الابيثيليوم from being sticky or sticking to the retraction cord وبالتالي نشيلها مع الريتراكشن كورد وبالتالي بنحرض البليدنج. هاي نقطة كتير مهمة بالإمبريشن. Displacement paste. Displacement paste هي عبارة عن material ممكن نستخدمها. هي بصراحة هي not يعني إنه main material لل displacement tissue يعني كنا نستغني عن الكورس. بس هي عبارة عن addition. هي عبارة عن مادة مساعدة أكثر لنحصل على retraction أكبر ونوقف في bleeding. هلا هي بتعطينا good hemostasis and less discomfort
than the traditional cord. هي طبعا لما بنستخدمها لحالها غنى عن الكورد لما بكون our preparation is equi or supra gingiva. فيها خاصية الهيموستاسيس like بسبب وجود الألمنيوم كلورايد وكمان فيها خاصية الهايكروسكوبيك إكسبانجن بسبب مادة الكاولين موجودة فيها فهي بتعمل عملية تبعيد وبنفس الوقت تعمل as hemostatic material. الريتراكشن أو الديسبليسمنت بيست لازم تبقى كحد أدنى من 2 لخمس دقائق بالسالكس before we remove it. هلا هون بهذا الفيديو عندي apartments شلت لهم ال old crowns لإلهم الجنجبة كانت شوي تعبانة متحتكة and I need to see the old margin and finish my preparation before I take the impression فحاولت استخدم ال retraction based لحتى أعمل تبعيد أكتر أو displacement أكتر للجنجبة و أقدر أشوف المارجن أكتر وأعمل my preparation ونفس الوقت أسيطر على البليدينج الحادث. هلأ الريتراكشن بيرست ممكن نستخدمه مع شوية تبعيد أو بوش أكتر جوا السالكس في مادة اسمها ماجيك فورم كورد اللي هي عبارة عن displacement based بنحقن جوا السالكس وبعدين بواسطة هولو كوتون رول بنعمل بريشر عليه ليدخل أكتر لجوا وهذا البريشر تقريبا بيستمر بحدود ال 5 minutes وبعدها بيتم تبعيد اللثة. هلا اذا جينا نحكي على السيرجيكال تيشو مانجمنت استخدام الليزر خاصة الدايود ليزر صار كثير شائع هلا كمان بالعيادة السنية هو حقا حقا مفيد بالحالات اللي بيكون في المارجن ديب كثير بيساعدني لما بيكون في عندي مارجن ديب بيكون في عندي deep restoration بيكون في عندي bleeding بهديك المنطقة أو أنا ماني قدرانة أوقف bleeding فاستخدام soft tissue laser كتير بيساعد لأنه هو بيعمل good retraction وfaster healing للجنجيفا مع minimal or no discomfort غالبا المرضى ما بيشتكوا من ألم بسبب الجنجيفكتومي بالليزر and no tissue restriction إضافة لقدرته الجيدة على إيقاف البليدين. طيب هلأ بعد ما عملنا displacement لل soft tissue كيف نعمل evaluation how do you know that your backing of the cords is sufficient or not يعني هل هو كافي أو لا you should view the tooth preparing or the tooth prep and margin from occlusal aspect. And you should see all the width of the uninterrupted cord with no free gingiva tissue folded over it or in contact with the tooth. إذا كان في مناطق الفري جنجيفا مغطية على الكورس أو على المارجن معناتها بهاي المناطق ما في تبعيد كويس ولازم ممكن أعمل دك لا خيط أزود في هاي المنطقة أو ما أو ممكن إني استخدمت قياسات صغيرة نوعا ما من نيرو تراكشن كورد فببدلها وبستخدم قياسات ثانية. هلا أحيانا بالعيادة نكون استخدمنا كل الوسائل بس ما قدرنا نسيطر على البليدينج أو نعمل displacement بشكل مناسب لأسباب عديدة. فبيكون ال correct decision إنه to خلاص نأجل or postpone our final impression taking our final impression to the next session نأجل أخذ ال final impression للجلسة اللي بعدها ونكون أكثر يعني إنه نركز أكثر على ال improving لل tissue health by reassessing the quality of our restoration or our temporary or reinforcing the hygiene instruction for the patient rather than attempt the impression making under adverse condition. طبعا لما من
نأجل our final impression أقل شيء لازم يكون after 10 8 ل 10 days. ليش؟ لأنه الgranulation tissue during الهيلينج during فترة الهيلينج راح يكون سريع جدا أو عنده قابلية أكثر للبليدينج إذا رجعنا نعمل محاولة لأخذ إمبريشن. فخلي التشو تشفى شفاء كامل وبعدها منعود منعيد أو ناخد الإمبريشن، وقتها حيكون في عنا وقت وجهد أقل وأقل إزعاج للمريض وحتكون طبعتنا أكوريت أكثر. إمبريشن تكنيكس رح نحكي على One step impression technique و two step impression technique، ورح نحكي على digital technique. هلا شو هي one step impression technique؟ هي a low or medium consistency wash material injected around the prepared tooth and then the freshly mixed very heavy or putty material load in a stock tray is seated over the wash material. يعني two materials at the same time. هون نحن بحاجة لا يكون معنا assistant. نحن بنكون مسؤولين أكثر على light body injecting the light body around the tooth in the mouth والassistant تكون عم تعمل mixing للمادة الثانية اللي هي ممكن تكون body or heavy. الميزت هاي التكنيك that it doesn't allow for the error compensation، يعني طالما قللنا عدد المراحل والخطوات فقللنا عدد الأخطاء اللي ممكن تصير. It reduces the chair side time and saves impression material. رح نشوف في هاي الفيديو. هاي الفيديو تقنية الـ One Step مع الـ Single Retraction Cord. هلا هون قمت بإزالة الـ Retraction Cord الموجود، طبعا هي Lower Anterior Teeth، الـ Depth of Sulcus ما بكون كتير كبير، تحضيرنا ما بكون كتير عميق، Subgingiva، فيني استخدم Single Retraction Cord. هون حقنا اللايت بدي around the teeth. نحاول نازل قدر الإمكان. ما حكينا إنه our field should be dry. بنحاول إنه يكون التيب اللي عم نحقن فيه الامبريشن مغمور ضمن المادة، ما يكون بعيد والامبريشن عم تنزل لحالها على التوث، لازم يكون ملامس للمارجن اللي نحن عم نعمل الامبريشن تبعه. هون بعد ما صار كومبليت سيتينج هاي الامبريشن والنتيجة النهائية بنشوف المارجن كيف واضحة. الفيديو الثاني هون لل one step impression مع double retraction cord. هون في combination between restoration on normal tooth وحيكون في over implant processes. تقنية ال double retraction cord مثل ما حكينا منشيل ال retraction cord ال second اللي هو فوق اللي بيعمل على تبعيد الجنجيفا laterally. طبعا ال retraction cord ممكن نحطه يكون single، ممكن نحطه يعني واحد للتوث وممكن لكل تيث كلها retraction cord خاص فيها، هي حسب الحالة. غالبا نستخدم واحد بالفينير، لما يكون في crowns نستخدم retraction cord لكل سن يعني بيكون separated. هاي نفس المبدأ، حقن المادة حول الأسنان اللي عم نعمل لها impression. طبعا هاي النفخ بالهواء بيساعد على أنه المادة تنتشر أكثر على سطح التوث. بعدين we introducing the second impression material. نقطة هون مهمة
انه بننتبه بالنسبه للكونسستنسي للماتيريال او الفيسكاسيتي لها، انه لما بنستخدم الماتيريال نتبع التعليمات الشركه، وننتبه انه لقوام الماده اللي عم نستخدمها. غالبا لما بتكون قوام الماده اللي عم نستخدمها ريجيد، البيس بتكون ريجيد، فبنستخدم الماده الووش ماتيريال تكون نوعا ما ريجولر، ما تكون كتير اكسترا لايت، ما تكون الفيسكوسيتي تبعيتها قليله. بينما لما بنكون عم نستخدم نوعا ما الماده البيس بنستخدمها سوفت، فبالتالي بنستخدم ماده الووش ماتيريال بتكون لايت او اكسترا لايت. هون عند الحاله عندي في فول ارش، تقريبا فول ارش، كمان استخدمت له تقنيه دبل ريتراكشن كورد. نترك زيادة دائما من السكند ريتراكشن كورد ليكون في سهولة بإزالته، ومنحاول لما نعمل باكينج للريتراكشن كورد دائما على كل الأسنان يكون نفس الجهة، بحيث الزيادة تكون نفس الجهة كمان، يعني بيكون أسرع أنه الإيد خلاص أخذت على نفس الجهة بإزالة الريتراكشن كورد، ما يكون كل ريتراكشن كورد له جهة خاصة لإزالته طبعا. وهي كانت نتيجة الامبريشن. التو ستيب تكنيك، التو ستيب تكنيك هي when the impression is taking twice، يعني بناخذ امبريشن مرتين، the first time with heavy or medium body and then when the material set the second step is add with light body over the body for another impression. هلا مشكلتها هاي التكنيك انه بيعتبروها كومبريسيف امبريشن، نحن ما بدنا الامبريشن اور امبريشن تو بي كومبريسيف، نحن بدنا اور امبريشن خاصه الفيرست وان انه نامن فيها باسيف واي لنعمل ري انسرتنج لها مره ثانيه وذ ذا لايت بودي اللي هو بده يعطينا الاكوريسي للامبريشن تبعنا. لذلك لنخفف من هذا الشيء من الكومبريسيف امبريشن لازم نشيل الاندر كاتس الموجوده بالفيرست ستيب، بعدين نشيل كمان الانتردنتال سيليكون اوف ان بريبيرد توث، ممكن نعمل شيء اسمه اسكيبنج جروفز او اسكيبنج واي طالما عملنا هذا الشيء، او في طريقه ثانيه انه نستخدم بلاستيك سبيسر، وعليها عديد من الدراسات وكثير كانت ناجحه استخدام البلاستيك سبيسر مع التو ستيب تكنيك او البوتي واش تكنيك. لما بنعمل هاي القصص بشكل كويس وجيد، فإن شاء الله طبعتنا بتكون خالية من أي بريشر أو أي ستريسز للإمبريشن حتصير، لأنه هاي الإسكيبينج جروبز and removing the undercuts فبتعملنا passive way لreinsert الإمبريشن in the mouth، وبالتالي ما بتكون فيها أبداً أي ستريسز. هاي الصورة بتبين لنا انه كيف بالبطي اتخذت الفيرست ستيب وفي عنا الاسكيبينج جروفز الموجودة. غالبا الاسكيبينج جروفز بتكون متناظرة بكالي مع لينجولي لكل منطقة عم نعملها. رح ورجيكم هون بالفيديو فقط اول مرحلة. كيف بس حتى صار لسيتينج للهيفي ماتيريال هون، قمت بإزالة البلاستيك سبيسر بسهولة عنها وخلص، بعدين بعمل لها بجففها وبتكون بعدها جاهزة لأني أحقن في اللايت بودي. التو ستيب تكنيك needs extra chair side time and extra material، مانا مثل الـ first step هي موفرة أكثر للماتيريال والتايم أقل. ننتبه إنه لما بدنا نعمل two step ما نحاول ندمج بين الـ A silicone والـ C silicone، لأنه هن يعني different material so they will not achieve sufficient adhesion between each other. هلأ غالباً للإمبريشن فوق الزرعات بتكون الـ one step technique، بس
فينا نستخدم تو ستيب تكنيك. بعض الحالات بتكون الزرعات قليله وقريبه من بعضها وبنقدر نعزلها ونعزل الاسنان الموجوده بطريقه بحيث انه لما نحط التري نقدر نشيله مرة تانية بدون ما تشبك الترانسفيرز مع الماتيريال. طيب which one is the best؟ أي طريقة الأفضل؟ أي طريقة نستخدم بالعيادة؟ هلأ العديد من الدراسات قارنت الـ first الـ one step مع two step. لحد الآن لسه في مقارنات كبيرة عم بتصير بين one step والـ two step. بعضهم فضل one step وبعض الدراسات الثانية طلع بنتيجة أنه two step هي أدق. عموماً أنه الاثنين كانوا النتائج كانت clinically accepted، يعني المارجنال جاب اللي عم بيصير بين الريستوريشن والمارجن عم بيكون ضمن الحدود المقبولة وناجحة clinically. لذلك التقنية one step أو two step هي غالباً راجع على قرار الدنتست والسيتويشن اللي هو فيه ووضع الأباتمنتس اللي هو عم ياخد له إمبريشن، فهو بيقدر غالباً يقيم الكيس ويختار هاي الطريقة. بس إنه منهتم بالتو ستيب تكنيك نشتغل على إنه طريقة تخفيف الجهود الستريسز أو البريشر الحاصل عن طريق عمل الإسكيبينج جروبس. بس حتى ناخد إمبريشن لازم نتعلم كيف نقراها بشكل كويس قبل ما نبعتها لللاب أو المعمل، لأنه إذا نحن ما عرفنا نقرأ الحواف تبعيتنا ما في شخص تاني، مستحيل التكنيشن أو المعمل يقدر يقراها أو يتوقعها وين. هلأ نحن سبق وحكينا أنه المارجن لازم نقراها بشكل واضح بالإمبريشن، ولازم نقرأ جزء بسيط من الأمبريبيرد تو ستراكشر موجود تحته اللي بتمثله هاي المنطقة. طيب inadequate margin details، هو ما أنا واضحة المارجن شو سببها؟ سبب ممكن يكون voids، ممكن يكون bubbles، ممكن يكون إنه كان حقنة المادة بطريقة غير مناسبة لا حوالين الprepared tooth، ممكن يكون عزل غير مناسب صار الأسنان ما كانت dry بشكل كويس بالتالي أثر هذا الشيء على المارجن ديتيلز. الاير بابلز كمان لما بتكون الاير بابلز بمنطقة كتير كريتيكال مثل هون الانليز صارت بالمناطق كتير مهمة، لا هون هذا الشيء سببه ممكن يكون المزج، ممكن يكون الحقن الموجود، كمان ممكن يكون تلوث شوي بالسوائل. بس لما بيكون منطقة تانية not critical it's okay، بس إذا كانت المنطقة كتير مهمة لـ our restoration لا يفضل تعاد الـ impression. المارجنال تيرينج شو سببه المارجنال تيرينج؟ ممكن يكون سببه أنه عندي مارجن كتير ديب وما كان displacement للـ soft tissue كويس، فالماتيريال ما قدرت تغطي هذا المكان أو ما قدرت توصل لهذا المكان بالتالي ظهرت بهذا الشكل. ممكن يكون إنه الدنتست نزع الإمبريشن من البيشنت ماوث قبل ما يصير له سيتينج، فبالتالي الماتيريال هون كانت لساتها سوفت بالتالي صار له تيرينج. دراكس أند بولز هاي سببها غالباً لما المادة بتبلش سيتينج before we inserted it in the mouth، فهذا الشيء ممكن تسبب بالدراج اند بول. كونتاكت وذ ذا تري، اذا كان التري بين من خلال الامبريشن تبعنا معناتها هاي المنطقه فيها بريشر، وسبق حكينا هاي المنطقه هذا الشيء من قبل خاصه لما بكون قريب من البريبيرد تيوث، فلا هون لازم نعيد الامبريشن او نقوم بتعديل التري اذا كان قابل للتعديل او نستخدم تري اكبر. separation from the tray، هلا هون separation from the tray غالبا سببه قلة الريتنشن الموجودة بالتري، يعني ما كان في بورز بشكل كويس، الادهيسيف ما كان موزع بشكل كويس داخل التري قبل ما تحط الامبريشن ماتيريال. حكينا اذا عن الوان ستيب تكنيك على التو ستيب تكنيك، وهلا رح نحكي عن ديجيتال امبريشن ديجيتال تكنيك. تطور طب الأسنان صار كتير سريع وكتير كبير ومتجه باتجاه الديجيتال بشكل كتير كبير.
لذلك واجب علينا كأطباء أسنان دائما نبقى أبديت ونحاول نطور حالنا وما نتمسك بالconventional أو التراديشنال تكنيكس لأنه هي مجرد إنه شيء نحن اعتدنا عليه. الانتراورال سكانر أو الاي او اس هي دخلت في مجال طب الأسنان to get over the difficulties that associated with conventional impression technique. The IOS هي composed of a camera with computer and software. The goal from using it is to record the three-dimensional geometry of an object with precision. All the information will save as STL file and some or another program in BLY file. في الأسواق في العديد من scanning systems like iTero, like FastScan, PlanScan, Trios, 3Shape, Ceric, Ceric Omnicam. The advantages لاستخدام الديجيتال امبريشن أو الانتراورال سكان عديدة منها minimizing the discomfort المصاحب للtraditional impression and time saving هي أسرع من الtraditional impression. The easier workflow, communication مع اللاب بيكون سريع وأفضل بيكون عبر النت, ممكن يكون communication آني بلحظة وجود البيشنت. Evaluation ل your preparation كمان ممكن بعد ما نعمل preparation ونعمل digital impression نقيم فورا preparation إذا شفنا فيه أي أغلاط ممكن نعيده بنفس اللحظة أحسن ما البيشنت ياخد موعد تاني ونهدر الوقت. Segmental image capture أنه في حالات بتكون بسيطة نعود crown أو crownين بجهة واحدة ممكن نعمل impression يعني ما تكون كاملة لكل الفك. والشيء الحلو كمان أنه all our data سيف ديجيتالي يعني ما في عنا هدر للماتيريال والمواد عنا كاست كتير وما نعرفانين كيف بدنا نحفظها. ديسادفانتج لإلها إنه subgingival margin dictation لما يكون في عنا المارجن ديب عميقة كتير فالأكيرسي تبعها ما بتكون كبيرة ما بتقدر تاخد الإمبريشن لإلها بشكل كويس. إضافة لما بيكون في عنا bleeding أيضا كمان ما بنحصل على accurate impression, لذلك التعامل معها مثل التعامل مع أو تحضير الأسنان للإمبريشن نفس الطريقة بتحضير الأسنان للtraditional impression بس هون حيكون أشد أكثر. تطبيقات الديجيتال أو الانتراورال سكان عديدة في طب الأسنان في كل المجالات في البروثودونتكس في السيرجري بالأورثودونتكس البروثودونتيك لناخذ امبريشن لعديد من انواع التركيبات اللايز اون لايز كراونز بريدجز. بالسيرجري ممكن نعمل سيرجيكال جايد بليسمنت بالأورثودونتيك بالأورثو ممكن نستخدمها للدايجنوزز وتريتمنت بلاننج حتى بالبروثودونتيك كمان وبالامبلد طبعا نستخدمها لتريتمنت بلان مع خاصة باستخدام الـ DST Digital Smile Design. هذا الشيء بيخلينا نعرف الابتسامة كيف حتطلع للبيشنت, نعرف بالحالات لما بكون في شوي complicated نخطط لها بشكل منيح, نعرف البريشن تبعنا كيف حيكون وقديش كميته. يعني مثلا بهاي الكيس درسنا انا والتكنيشن انه كيف حيكون شكل الاسنان بعد ما عملنا تصميم ابتسام الديجيتال, حاولنا نعرف كم التحضير المناسب للاسنان يعني بحيث يكون التحضير لنا guided ايضا. فوصيته يعمل لي preparation guide بعد النقاش اللي قررناه بخصوص خطة العلاج والنتيجة المرجوة من العلاج تبعنا أو الخطة التجميلية الموجودة هون. فالفائدة هون أنه أنا كدنتست عرفت كم التحضير بدي أعمله, ما هدرت وقت بإعادة الإمبريشن لأني والله ما عرفت أحضر أو قللت كمية التحضير بأول جلسة واضطريت بعدين أني والله أعيد التحضير أعيد الإمبريشن أصرف وقت أكبر. خلص طالما صارت الخطة مجهزة وعرفنا من البداية لوين نحن ماشيين كيف حيكون طريقة الشغل فهذا الشيء كتير كتير حلو كتير بيريح الطبيب بيريح المريض خلينا نناقش الخطة مع المريض يكون عارف وعالم نحن شو عم نعمل
وشو مخططين. يعني حتى نشوف هون بالميلي قديش لازم يكون التحضير بهاي الكيس. رح يكون عنا هون فيديو نحكي فيه عن التكنيك للديجيتال امبريشن. لهون رح نحكي على الورك فلو للكراون، لعمل كراون بجهاز 3 شيب. هذا هو الجهاز، فحنسيف نعمل بالنيو بيشنت، او اذا كان عندنا موجود اسمه من قبل او فايله من قبل بنفتح عليه، وبعدين نختار نيو كيس. بعد ما اخترنا نيو كيس بنختار بعدين نحدد وين اللاب اللي حنرسل له المعلومات، نحدد التوث اللي بدنا نشتغل عليه، والخيار هي بالقائمه المسدله هون باليسار، واللي تشوز وات وي ويل دو، يعني كراون inlay on lay or crown on implant. نختار كم الماتيريال والشيد ايضا، وبنعمل set للدي لوقت ارسال الكيس للتكنيشن، والستارت بعدين سكانينج. دائما السكان عم يبدا باللور بعدين بالابر وبعدين سكان للاوكلوجن رايت اند ليفت سايد. السكان اللور لما بيبدا طريقته انه اول شيء اسنا لازم تكون دراي، بنبلش من الاوكلوجر سيرفيس من الخلف، بعدين نروح لللينجوال سيرفيسز، بعدين بندور باتجاه البكال سيرفيسز للتيث، وهيك بنكون عملنا سكان للطرف الرايت. بعدها بننتقل للطرف الليفت وبنفس الطريقه بنحاول نغطي كل المناطق. بعدها بنروح باتجاه الأبر. هلا هون اخذنا طبعا جزئيه لللور، بعدها بنروح باتجاه الأبر. هون البريبيرنج تيث هو في بالأبر، في عندنا تو اوبشن لناخذه امبريشن اور ديجيتال امبريشن. فيرست بدنا ريموفينج ذا كورس ودايركتلي وي ويل تيك ديجيتال امبريشن لها. بعدها في خيار اسمه لوك، انه بنحطه وبنعمل لوك للمارجن للبروبيرتيز بحيث نضمن انه ما تتغير هاي المارجن في حال رجعنا بالسكان عليها مره ثانيه، خلص تبقى منطقه واضحه او جمدنا اللثه والمارجن مكانهم ما حتغير بعدين بعد ما يصير كولابس للتيشو. وبنكفي عمليه السكان تبعنا السيجمنتال، يعني اقل شيء لازم نوصل للناب بالجهه اللي نحن عم نصورها. هاي اول طريقه لا امبريشن للكراون. الطريقة الثانية اللي هلا رح نحكي عنها هي عبارة عن وقت بنعمل امبريشن، بنعمل امبريشن بالريتراكشن كورد وجوده، نكفي الامبريشن لكل المنطقة اللي ناويين نعمل لها ديجيتال امبريشن، وبعدها بنعمل تريم، نعمل تريم للحواف لانه التراكشن كورد لسه موجود. بنعمل لها تريمينج بتفرغ مكانها ضمن الديجيتال امبريشن، وبعدها بنرجع بنعمل بنشيل التراكشن كورد وبنرجع بناخذ الديجيتال امبريشن لهذا المكان. سرع شوي الفيديو، ممكن ريموف نعمل ريموف للكالرز ونقيم المارجن تبعنا وكيف الشغل. متى ما حددنا التوث بعد ما خلصنا ديجيتال سكان له، فورا السيستم بيطلع لي المناطق اذا في عندنا مناطق كريتيكال وما اخذنا لها ديجيتال امبريشن بشكل كويس او منيح، مشان نرجع نعمل لها سكان او نضيف عليها سكان أول وجديد كرمال نحسن هاي المنطقة. سرع شوي معلش الفيديو لقدام. هلأ في بعدها حننتقل للأوكلوجن. الأوكلوجن نخلي البيشنت طبعا سطوح الأطباق مثل ما حكينا لازم تكون دراي، ونخلي البيشنت يعاض، وبعدها بنمرق السكانر أبر أند لور والسيستم بيركبهم على بعض. ننتبه انه خلال السكان تبعنا ما نكثر من السوفت تيشو، ما نمده يمين يسار، ويكون في سوفت سكان للسوفت تيشو خاصه على المناطق الخلفيه لانه حتعيق اخذ البايب بشكل صحيح. ايضا انه
البابلز اوف سلايفا should be avoided on the occlusal surface. لأن نقطة البابل الصغيرة إذا عملنا سكان هي حتعيق بعدين أخذ الأكلوجن بشكل صحيح. ممكن نعمل كمان تريمينج للتيشو الزايدة والغير مهمة بالإمبريشن تبعنا. من خلصنا نعمل final process. طبعا في خيار إنه نحن فينا نقيم الكليرنس اللي عملناه بالتحضير ونشوف إذا هل كان تحضيرنا كافي أو لا. هلا هذا المثال عملت فيه ديجيتال امبريشن للتعويض اون امبلانت وكمان اوفرلاي للسكند مولر بهاي الكيس اللور. بنشوف هون كيف دقه الامبريشن مع التحضير. طبعا سطوح اللماعه شايفينها هي دليل انه على الاكيوريت امبريشن انه التوث كان دراي فعلا. طبعا هلا بالتعويض فوق الزرع بيكون خطوه زايده انه المنطقه باللور بنعملها سكان بعدين مرتين عفوا، واحده بدون سكان بادي والثانيه مع سكان بادي. وهي كانت النتيجه بعد التركيب. شكرا لحضوركم، شكرا لاستماعكم للمحاضرة، وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا ويعطيكم ألف عافية.